مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا الصورة العالمية والحديث أكثر عن حرارة العملات والأسواق العالمية. انضم إلينا عبر الهاتف من دبي مدير قسم الأبحاث بشركة إكويتي جروب رائد الخضر. أهلا ومرحبا بك رائد. نبدأ الحديث بالصورة العالمية، وبالتالي كان هناك تراجعات قاسية يوم الاثنين على مؤشر داو جونز وأيضا على وول ستريت بشكل عام، وشهدنا أمس كانت جلسة متذبذبة، جلسة فيها تقلبات كثيرة انتهت بالارتفاع وبتحقيق المكاسب. كيف ترى الصورة الآن في الأسواق العالمية؟ كيف قرأتها؟ حقيقة يعني تماما مثل ما تفضلتي، ابتدى الأسبوع ب اثنين أسود جديد في الأول هو في العام 2018، طبعا الهبوط الحاد نتيجة الضغوط البيعية الكبيرة التي كانت مبنية على يعني تخوفات من التضخم ومن مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل الأسواق الأسهم التي كانت تستفيد من الارتفاعات خلال العام الماضي كانت يعني عرضة لمثل هذه الضغوط بالاتجاه الهابط طبعا، ومن ثم كانت ككرة الثلج ضغوط بيعية متتالية وستوبت اوت من الماركت ادى الى الى الهبوط الكبير. لكن الفولاتيليتي لا تزال كبيره والتذبذب لا يزال كبير جدا، وهذا يفتح المجال الى اي يعني تعثرات جديده في السوق ممكن ان نراها خلال تعاملات هذا الاسبوع. بالتالي ارتداده يوم امس هي ضمن فولاتيليتي عاليه وضمن تذبذب كبير. يعني هل برايك رائد سوف تستمر هذه التذبذبات والتقلبات، والى اي مدى سوف تستمر؟ لان العقود الاجله تشير الى تراجعات. تماما، هي الفكرة أنه لا يزال عندنا تذبذب بنتيجة التخوفات، بنتيجة اضطراب المستثمرين وعدم رغبتهم بالمخاطرة بشكل كبير. هذا اللي عم ينعكس مباشرة على الأسواق ويفتح المجال لمزيد من الهبوط الذي قد يستمر، لأن الموجة العامة الآن هي موجة هابطة ولا تزال يعني تضغط في الاتجاه الهابط. مثل ما تفضلتي، طالما الفيوتشرز عم تضغط في الاتجاه الهابط، بالتالي في عندنا احتمالية استمرار الاتجاه الهابط مع هذا التذبذب الكبير. التذبذب الكبير هو مقياس للذعر والبانيك في الماركت، أو الفولاتيليتي العالية هي مقياس للتخوفات الكبيرة من قبل المستثمرين وعدم الرغبة بالمخاطرة. بالتالي عند أدنى تراجع أو عند أدنى ضعف في الأسواق مجددا ممكن نشهد ضغط بيعي مجددا بالاتجاه الهابط خلال تعاملات هذا الأسبوع. طيب، لأن الأحداث لا تزال رائد مستمرة. الدولار ما زال عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مع ذلك كل البيانات التي ظهرت يوم الجمعة هي إيجابية وتصب في مصلحة الدولار. برأيك إلى أين يتجه الدولار في الفترة القادمة، ولماذا لم يتفاعل مع هذه الأخبار التي تصب في مصلحته؟ حقيقة الدولار الأمريكي حاليا مرتبط بشكل أكبر بمعطيات السياسة النقدية التي سيتبعها جيروم باول الرئيس الجديد للفدرال الأمريكي، وأيضا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لها تأثير أيضا؟ طبعا لها تأثير كبير. ارتفاع العوائد هو دليل على يعني فقدان ثقة لدى المستثمرين نوعا ما، وبالتالي لجذب أكثر نحو البونز والسندات الخزينة ترتفع عنا العوائد بهذا الشكل، فهي مقياس على تخوف من قبل المستثمر إجمالا للاستثمار أو للدخول في الأسواق الأمريكية، مبنية على عدم وضوح أو عدم ضبابية في مشهد السياسة النقدية والسياسة المالية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، تنعكس سلبا على الدولار الأمريكي في الوقت الحالي، حتى قد نراها مستمرة الضغط هذا حتى الاجتماع شهر مارس. نعم. حتى نشوف إمكانية تفاصيل. وتقف الاحتمالية الآن 85% تتراجع عن 90%، وهناك أثار إيجابية كانت على الذهب عموما والين الياباني. لكن رائد، سؤالي الأخير عن العملات المشفرة البيتكوين لضيق الوقت، بالتالي العملات الرقمية هناك كانت تراجعات أمس كسرنا حاجة
يعادل مستوى 6000 نقطة تقريبا، فقدنا 70% من قيمته بخلال فترة قصيرة بعد وصوله إلى مستويات 20,000 دولار. عاود اليوم الارتفاع على مستوى 7000 أو قلص من الخسائر عفوا لمستوى 7500 نقطة. كيف ترى أداء العملات في ظل كل التقييد في من قبل الجهات التنظيمية حول تلك أو حول التعامل مع هذه العملات؟ حقيقة طالما في عندي ضغط أكثر من الجهات التنظيمية وطالما عندي حديث ومخاوف من شأن منع هذه العملات الرقمية، سوف تبقى بهذا السلوك المتذبذب بشكل كبير، وهي هي الطبيعة الخاصة فيها التذبذب العالي. نحن شهدنا ارتفاعات حادة جدا على البيتكوين وعدنا بعملية تصحيحية، وهي مو أول مرة ينخفض البيتكوين بهذه النسبة بالانخفاض إذا بدنا نحكيها نسبة وتناسب، ولكن أيضا مزيد من الضغوط على منع هذه العملات الرقمية سوف يرتد على ضعف أكثر في هذه العملات. ولكن حتى الآن يعني لا تزال تظهر صمود نوعا ما بعودتها وارتفاعها اليوم، تظهر أنه في إمكانية لعودة الارتفاع على هذه العملات الرقمية. تحارب من عدة أطراف، من الكثير من الجهات الرسمية، بالتالي هذه هي ردة الفعل وهذه هي الهبوط الحاد الذي نشهده، ولكن طبيعة هذه الأدوات الاستثمارية أنها متذبذبة بشكل كبير، بالتالي ممكن جدا أن تعود للارتفاعات خلال الفترة القادمة. نعم، رائد خضر مدير قسم الأبحاث في شركة إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.